حيث أعلن الجيش اليمني أنه قتل 39 عنصرا من القاعدة في مواجهة شبوة، مؤكدا أن قوته تتقدم بوتيرة كبيرة باتجاه المعاقل الرئيسة للقاعدة. كثف الجيش اليمني من هجماته ضد عناصر القاعدة في رد مباشر على ادعاءات جلال بالعيد أمير التنظيم في محافظتي شبوة وأبين، والذي زعم أن العملية العسكرية تستهدف أبناء القبائل في تلك المناطق. وفتح الجيش جبهتين جديدتين، الأولى على محور عتق الصعيد باتجاه عزان أحد المعاقل الرئيسية المستهدفة، والثانية في محافظة البيضاء، حيث نفذ الجيش هجوما مفاجئا ضد القاعدة في مديرية ذي الناعم. لا نقاتل العدو بمفردنا، نقاتله بالالتحام مع أبناء القبائل الذين استنكروا القصف الأمريكي وهذا التقدم الهمجي للجيش. ليس غريبا أن تدعي القاعدة أنها تدافع عن أبناء القبائل، لأنها عادة تصنع أوهام. مثل ظهور بالعيد استفزازا لقوات الجيش والأمن واللجان الشعبية المشاركة في العملية العسكرية، وجاء الرد بعد ساعات بتكثيف الهجوم العسكري على مواقع القاعدة في منطقة جول الرايدة على محور ميفعة شبوة تحت الإشراف المباشر لوزير الدفاع اللواء محمد ناصر، حيث دارت مواجهات وصفت بالأعنف استمرت أكثر من 12 ساعة وأسفرت عن مقتل 37 عنصرا من القاعدة بينهم أجانب. الهجوم أربك القاعدة بدون شك، حتى جلال بالعيد قال أن القبائل معنا وأن لا يمكن للقبائل أن يحتضنوا القاعدة بعد هذه السنوات الآن. فكيف لأبناء لليمنيين أن يتعاطفوا مع حالة إجرامية تهدد وجودهم؟ حالة استنفار قصوى وإجراءات أمنية استثنائية في معظم المدن اليمنية لحماية المنشآت والمصالح الحكومية والأجنبية من أي هجمات انتقامية. اليوم القبائل شكلت صفا واحدا بجانب القوات المسلحة وقررت بعدم إيواء أو احتضان أي مجموعة مسلحة عكس ما يروج له في إعلام الملاحم. والمؤكد أن حرب اليمن ضد القاعدة لا تقتصر على القتال العسكري فحسب، بل تمتد إلى الإعلام والسباق على كسب القبائل، حرب شاملة يرى معظم المراقبين أنها قد تطول إذا بقي اليمن وحيدا في المعركة وغير مسنود في مواجهة كهذه. زينب خرفاتي.